بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله على فضله وإحسانه، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من سائر برياته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن خطر اللسان عظيم على الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا اللسان وأنعم به على العبد ليبين به مراده ويتكلم به حسب حاجته، فهو نعمة عظيمة إذا اقتصر الإنسان على الكلام الذي يحتاج إليه أو الكلام الذي يقربه من ربه سبحانه وتعالى، وكف لسانه عن الكلام المحرم، وإلا فاللسان خطير. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وسئل صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يريد الناس النار، فقال: الفم والفرج. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه وأن يتحفظ من زلات كلامه، فإنها خطيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وفي رواية: يهوي بها في جهنم. كلمة واحدة. قال رجل من بني إسرائيل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذه كلمة واحدة، فهذا يدل على خطر الكلام وخطر اللسان. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم، أي مما يتكلمون به بينهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسنؤتيه أجرا عظيما. إلا من أمر بصدقة، لا خير في كثير من نجواهم، فكثير من الكلام لا خير فيه إلا الكلام الذي أثنى الله عليه ويعود على المتكلم بالنفع عاجلاً وآجلاً، ويعود على غيره كذلك بالنفع، من أمر بصدقة فيأمر الناس بالإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين، ويحثهم على الصدقة والإنفاق في سبيل الله، أو معروف أو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهذا من أفضل الكلام وخير الكلام، أو إصلاح بين الناس. فإذا رأى بين الناس شجاراً ونزاعاً، أو بين اثنين يصلح بينهم ويسوي ما بينهم من الاختلاف، فهذا من أفضل الكلام
وخير الكلام، حتى إن الإصلاح بين الناس أجيز فيه الكذب من أجل الإصلاح بين الناس، والكذب حرام، لكن إذا استعمل في الإصلاح بين الناس ونمى خيرا فإنه مرخص فيه. فالإصلاح بين الناس فيه أجر عظيم وخير كثير. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لكن كثير من الناس على العكس يستغلون النزاع بين الناس فيوقدون الفتنة ويحرشون بين الناس ويزيدون الشر ويوقدون العداوة بين الناس ويستغلون النزاعات والخصومات بدل أن يصلحوا يفسدوا بين الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآفات اللسان كثيرة، فالكلام المحرم كله شر وبعضه أشد من بعض. ربما تكون الكلمة كفراً بالله عز وجل ومخرجة من الدين. قال الله جل وعلا في المنافقين: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وجلس ناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، جلسوا بينهم وصاروا يغتابون الصحابة ويتنقصونهم ويقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فأنزل الله جل وعلا فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأنهم جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: إنما هو حديث الركب نقطع به الطريق. فرد الله عليهم بهذا الرد العظيم: قد كفرتم بعد إيمانكم. ها كلام ظنوا أنه لا يؤثر شيئاً. وكذلك الذي يروج الكذب ويروج الشائعات: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. فالمسلم يحفظ لسانه عن الكلام، وآفات اللسان خطيرة، أعظمها كلام الكفر والسخرية والاستهزاء بكتاب الله أو سنة رسوله أو السخرية بالمؤمنين. ويل لكل همزة لمزة، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فاللمز والتنقص للمسلمين بالكلام أو بالإشارة أو غير ذلك كله من السوء ومن الظلم ومن البهتان. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه وأن يحذر من زلات اللسان وآفات اللسان، وهي خطيرة، قد توصل إلى الكفر بالله ودخول النار، وقد تكون غيبة بأن يغتاب الناس في مجالسه ويتكلم فيهم بما يسيء إليهم. قد قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قد تكون نميمة، قد يكون الكلام نميمة، وهو الذي ينقل الكلام بين الناس للإفساد بينهم، بأن يأتي إلى الشخص ويقول: فلان يقول فيك كذا وكذا، فلان يسبك،
وما أشبه ذلك، ويذهب إلى الآخر فيقول مثل ذلك ليفسد بين الناس. والله جل وعلا قال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. مشاء بنميم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن النميمة تسبب عذاب القبر، فقد مر برجلين، فقد مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال لأصحابه: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وفي رواية: لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالنميمة من أسباب عذاب القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعلى المسلم أن يحذر منها. والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم، المطلوب الإصلاح بين الناس، وهذا يفسد بين الناس. وقد قيل إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. فالنمام قد يثير الحرب بين الناس، وقد يورث العداوة والبغضاء بينهم، وقد يسبب القتل بسبب النميمة والكلام الذي ينقله بين الناس، فهو شر وخطير. ولهذا جاء في الحديث: لا يدخل الجنة نمام. فالغيبة والنميمة يفسدان المجتمع ويغيران القلوب بين الناس، يتباغضون فيما بينهم بسبب النمامين والمغتابين. وكذلك شهادة الزور، يتلفظ الإنسان بشهادة الزور عند القاضي، يشهد وهو كاذب، وهي من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. في الحديث: لا تزال قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. وذكر صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر وهو جالس، ثم جاء وهو متكي، ذكرها وهو متكي، ثم جلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. عباد الله، وإذا كانت هذه من أخطر آفات اللسان، فإن هناك في المقابل حسنات يعملها اللسان بالكلام: ذكر الله جل وعلا، والاستغفار، والتسبيح، والتهليل، والدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، تلاوة القرآن. وفي الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً، يرفعه الله بها درجات، فهي كلمة واحدة من الخير، فكيف بالذي يكثر من القول الطيب؟ قد قال الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلام الطيب، ذكر، التسبيح، التهليل، تلاوة القرآن، يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الكلام الخبيث والكلام السيء فإنه لا يرتفع إلى الله، إهانة له ولصاحبه، ويكتب في ديوانه ويحاسب عليه يوم القيامة. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمينه يكتب الحسنات، وملك عن يساره يكتب السيئات. كل ما يصدر من الإنسان من الكلام، طيباً كان أو خبيثاً، فإنه يكتب ويوافى به يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله، تحفظوا من ألسنتكم. قال صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس في النار
على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، من كان يقع في الكلام السيء وتعود الكلام السيء فإن باب التوبة مفتوح، فعليه أن يبادر بالتوبة وأن يترك الكلام السيء ويستغفر ربه سبحانه. فإذا كان الكلام السيء بينه وبين الله فإنه يكفي فيه التوبة والاستغفار الصادقان، الاستغفار الصحيح الصادق والتوبة الصادقة. إذا تاب إلى الله من الكلام السيء الذي بينه وبين الله فإن الله يتوب عليه. أما إذا كان الكلام السيء في حق الناس فلا بد أن يستسمح من تكلم فيه ومن تكلم في عرضه، لا بد أن يستسمح منه ويطلب منه المسامحة، لأن حق المخلوق لا يسقط إلا إذا سمح به وعفى عنه. لكن لو لم يتمكن من طلب المسامحة ممن تكلم فيه فإنه بدلاً من ذلك يثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها، يثني عليه ويدعو له، فإن ذلك يكفر ما حصل منه في حق أخيه المسلم. وعلى كل حال فاللسان خطير، وعلى المسلم أن يتحفظ من لسانه، فإنه من أخطر الأعضاء جناية على الإنسان. ولا يستقيم قلب عبد حتى يستقيم لسانه، فالكلام السيء يؤثر على القلب ويفسد القلب ويفسد الأعضاء ويفسد الأعمال. فليس الكلام السيء يذهب هدراً، وإنما له تأثير على الإنسان وعلى أعماله، فهو خطير جداً. وتقولون ما ليس لكم به علم، وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. ومن أهميته وخطره أن الملائكة تكتبه وتسجله في صحائفك وتحاسب عنه يوم القيامة. فعلى المسلم أن يستغفر الله مما جنى لسانه، وأن يتوب إلى الله، وأن يعود لسانه الكلام الطيب. وكذلك من الكلام الخبيث، من الكلام الخبيث السب والشتم واللعن وقذف الناس. فالكلام السيء كثير وأنواعه خطيرة وبعضها أشد من بعض، فعلى المسلم أن يحفظ لسانه. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا صمت وسكت فإنك تسلم، لكن إذا تكلمت فإنك تقع حينئذ في الحرج والضيق بسبب الكلام الذي قلته. فالكلام خطير، وليس هو مجرد كلام يطير في الهوى وينتهي، لا، هو يلاحقك ويتابعك وهو محفوظ عليك، وستجازى به يوم القيامة، وهو يؤثر على سلوكك وعلى أعمالك، ويكرهك إلى الناس أيضا. فالناس يكرهون النمام، يكرهون المغتاب، يكرهون الفاحش والبذيء. ليس المسلم بالفاحش
بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ليست هذه من أخلاق المسلم. فعليك أن تطهر نفسك من هذه الأخلاق السيئة، وأن تحذر من لسانك، وأن تكفه عن الكلام الباطل والكلام السيء، وإلا فإنه سيحرقك بالنار. وأيضاً قد يكون يقول الإنسان كلمة تحبط أعماله، كالذي قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، نسأل الله العافية والسلامة. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله